رسالتي للمنتخب الوطني انه خصو ياخذ كل مباراه بجديه. المباراه الاولى مع تنزانيا هو فريق محترم. المشوار اللي قدم المنتخب المغربي في كاس العالم هو مشوار صراحه اللي مشرف، لكن الكره الافريقيه كما كنعرفوا عندها واحد عندها المسائل ديالها والطقوس ديالها، وكنتمنوا التوفيق ان شاء الله للجميع وديما المغرب. المغرب الصورة اللي قدمها في المونديال صراحة يعني عطى واحد الفكرة للمنتخبات الإفريقية، ما غاديش يحاولوا ربما يفتحوا اللعب، غادي يحاولوا يسدوا جميع سميتو المسائل الجيوب ديال الأجنحة المنتخب الوطني، لكن ان شاء الله غادي تكون نتمنوا تكون واحد النتيجه عريضه باش توجه رساله للمنتخبات الاخرى الافريقيه باننا ان شاء الله عازمون على هذا الكاس ان شاء الله، لاننا كنتوفر صراحه على جميع المقومات، لا من ناحيه اللاعبين لا المجهود الصراحه ديال الجميع اللي وفر جميع الامكانيات. ربما نقدر نقولوا بلي المنتخب المغربي الوحيد اللي توفرت له جميع الامكانيات لا على المستوى الفندق ولا على المستوى ديال اللوجيستيك ولا الملاعب ديال التدريب، وان شاء الله نتمنوا التوفيق للجميع. الرساله ديال اخويا المنتخب المغربي ان شاء الله نتمنوا المنتخب يكون في احسن حله ويكون بنفس النيفو اللي لعبوا فيه في كاس العالم ان شاء الله، ونتمنوا الخير للعابه ونتمنوا وكان عندنا امل في الركراكي ان شاء الله يكون شي حاجه وتكون حسن النيه للناس والجماهير ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله اللقب يكون ديالنا ان شاء الله وتشجيعاتنا الحاره للمنتخب ديالنا. نتمنوا ان شاء الله اننا نربحوا تنزانيا ونتفوقوا عليهم في المباراه ان شاء الله ونتفوقوا في جميع المباريات. يعني احنا عندنا حسن الظن في المغاربه ديالنا وفي اللعابه ديالنا انهم يمشوا بعيد ان شاء الله ونستحقوا اللقب ان شاء الله. ما تستهزئوش باللعابه وبالجماهير وتكون يعني حسن النيه يعني مزيانه، ما تكونش ديك الحسن النيه الخايبه للناس والجماهير. خصهم يزيدوا راسهم دابا، راه ماشي المونديال هذا، تمن المنتخبات شويه ارتفاعين كما تنقولوا حنايا. دابا لافريك راه شي حاجه مجهده عوجان، تنزانيا ما نحقروهاش الماتش ديال الاربعاء ان شاء الله. الركراكي زير شويه راك عارف شنو كاين، رابحين ان شاء الله، رابحين بجلو واحد ان شاء الله. علاش هذاك الواحد؟ جلو واحد ضروري، لافريك راك عارف. السلام عليكم. بالنسبه للتوقعات ديالنا اش غنقول لكم، يعني صعيب شي شويه الكاس الافريقيه راه كتختلف بزاف على 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 كاس العالم. علاش؟ لحقاش بالنسبه لكاس العالم كتقدر تلعب يعني اللعب مفتوح، ما كيكونش يعني كيكون واحد اللعب مفتوح كيسهل على المنتخب ديالنا انه يلعب واحد القتاليه وفي نفس الوقت انه تيوصل للمرمى ديال الفريق الاخر. كاس افريقيه كتختلف، كتلعب تكتيكيا بزاف، كيف ما كتشوفوا ما كاينش منتخب قوي ومنتخب ضعيف. شفتوا المقابله ديال مصر، شفتوا المقابله ديال نيجيريا، شفتوا المقابله ديال غانا اللي انهزمت هي بدور ديالها. ما كاينش منتخب قوي وما كاينش منتخب ضعيف، كل شيء بحال بحال. نتمنوا ان المنتخب عندنا امل فيه، ولكن نتمنوا انه يخدم يعني بتنافسيه ويكون كيلعب بروح وطنيه. لحقاش اللي ما كانش الروح الوطنيه ما غنمشيوش بعيد. رسالتي يخدموا، كانت عندنا ثقه في والد الركراكي من هو الاول. يعني علاش؟ لحقاش هو كيزرع واحد الروح الوطنيه، يعني عندنا ثقه فيه، هو اللي غيزرع ديك الروح الوطنيه في اللاعبين، وعندنا ثقه انه الى لعبوا نفس راه غادي يوصلوا.